بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح نتكلم في الدورة التدريبية لعدد مقيمي مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل. راح نتكلم عن برنامج مكافحة العدوى للخدمات البيئية. معكم أشواق الطحيني من الإدارة العامة لمكافحة العدوى. الهدف من مكافحة العدوى في هذه المحاضرة أن نمنع ونقلل مخاطر العدوى المصاحبة للرعاية الصحية بين المرضى والموظفين والزوار، والسيطرة على تفشي العدوى في حالة التعرف عليها. إحنا كمقيمين المفترض نعرف ما هي المخاطر الموجودة وكيف إن إحنا نقدر نقللها، وأيضا كيف نقدر نسيطر على تفشي العدوى وكيف نتعرف عليها. رقم 3، مكافحة العدوى مسؤولية الجميع. معناته أن مكافحة العدوى مش فقط تنحصر فقط على مقيمين مكافحة العدوى أو على مسؤولي مكافحة العدوى، أيضا على الممارسين الصحيين داخل المنشآت الصحية أو دور الرعاية. برنامج مكافحة العدوى للخدمات البيئية داخل دور الرعاية أو التأهيل الشامل عندنا في أهداف عامة راح نتكلم عنها. راح نتكلم عامة عن التنظيف والتطهير، راح نتكلم عن تصنيف النفايات، التعامل مع الأدوات الحادة والتخلص منها، التعامل مع حوادث الوخز بالإبر، والتعامل مع الانسكابات الدم وسوائل الجسم. في نقاط راح أتكلم عنها، وفي نقاط راح يتكلمون عنها الزملاء في المحاضرات الأخرى. إحنا هنا يهمنا في برنامج صحة البيئة إن هالبرنامج في صحة البيئة في المنشآت الصحية أو في دور الرعاية هو من أهم البرامج. ليش من أهم البرامج؟ لأنه يسعى على إيجاد بيئة صحية سليمة. إذا كانت البيئة الصحية سليمة وكل عناصرها كاملة وموجودة، مثل التطهير والتنظيف وزي ما ذكرنا تصنيف النفايات والتعامل مع الأدوات الحادة والتخلص منها، إذا إحنا جميع العناصر هذه عملناها على أكمل وجه، بإذن الله راح تكون بيئة آمنة. أيضا لها اشتراطات لازم إن احنا نطبقها، اشتراطات صحية في المنشآت الصحية. ليش؟ لأن هذا يعزز ويساهم في نسبة تقليل العدوى اللي هو هدفنا الأساسي. هذه بعض البوسترات الموجودة صادرة من عند وزارة الصحة. هنا بتمثل أن بيوضح لك أن الميكروبات بتكون دائما على أيدي البيبان، فأنه المفترض أن أنا لما أمسك أي يد باب المفترض أني أعمل هاند هايجين أو نظافة ليدي، ونفس الشيء أني لازم أهتم بتنظيف المناطق اللي فيها أكثر تلامس في البيئة، وراح نشوفها إن شاء الله في السلايدات القادمة. أيضا يوضح له هنا أن الترانزميشن أن ممكن العدوى تنتقل من الممارس الصحي للمريض، وأيضا من المريض إلى الانفايرمنت، فالمفترض أني أنا أكسر هذه الدائرة بالتعاملات أو الممارسات الصحيحة لمكافحة العدوى تنظيف البيئة. أيضا من مبادئ مكافحة العدوى للخدمات البيئية أنه يتم مراجعة محاليل التنظيف والتطهير المستخدمة من قبل الخدمات البيئية والموافقة عليها من قبل قسم مكافحة العدوى المعتمدة من قبل وزارة الصحة. أنا لازم يكون عندي كمقيم لما أجي أنا أروح أشوف في أقيم المكان، لازم أطلب منهم أنهم يعطوني القائمة المراجعة للمنظفات المعتمدة عندهم في نفس دور الرعاية، وهل هي معتمدة من قبل وزارة الصحة أو لا، عشان أتأكد أن هذه المنظفات اللي أنا أو المطهرات اللي أنا راح أستفيد منها وتكون وتستخدم بالطريقة الصحيحة من نفس اللي موجود في الورقة اللي من الشركة المصنعة.
طريقة الاستخدام الصحيح. أيضا ينبغي أن يكون ذلك وفقا لأحدث الممارسات الموصى بها وأحدث المبادئ العلمية، أن لازم يكون أنا أعرف كيف أمارس طرق التنظيف، وأني أنا دائما أواكب التحديثات الموجودة وأني أتبعها. أيضا ينبغي أن يتم التنظيف الروتيني للأسطح الأفقية في مناطق رعاية المرضى مرة واحدة يوميا على الأقل وحسب الحاجة. راح نتعلم الآن في عندنا أنواع للتنظيف، لكن من أهمها التنظيف الروتيني، وفي تنظيف لازم يكون حسب الحاجة حسب السيتويشن أو الحالة اللي حصلت لي في نفس الوقت. في عندنا مهام مسؤول مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل بدور الرعاية. أولاً إن الإشراف والتدريب على ممارسة مكافحة العدوى الخاصة بصحة البيئة، يعني لازم يكون مسؤول مكافحة العدوى يشرف على الطرق الصحيحة الموجودة في المركز الصحي، عفواً مركز التأهيل الشامل، ويكون يدرب الناس على الطريقة الصحيحة، ويكون موفر السياسات والمبادئ العلمية الصحيحة اللي تتبع ويشرف على ذلك. لأن إذا كان موجود السياسات وبدون إشراف وبدون تدريب، إذا ما راح نوصل للنتيجة أو هدف اللي إحنا نحتاجه في إن نوصل إلى بيئة خالية من أو نقلل نسبة العدوى في بيئة دور الرعاية. عندنا هنا أنواع للتنظيف اللي هو المطهرات. عندنا إزالة التلوث، التنظيف، التطهير والتعقيم. هنا عندنا كبرنامج صحة البيئة اللي يهمني التنظيف والتطهير، ولكن هذه معلومات عامة لكم أن تكون تعرفون الفرق بين إزالة التلوث اللي هي مطهرات غير سامة تستخدم على الجلد، هذا نقدر نستخدمها على الجلد. التنظيف وهو إزالة المواد العضوية من الأدوات باستخدام المياه والمنظفات والعمل الميكانيكي. أيضا التطهير عندنا تقليل الكائنات الحية الدقيقة على مستوى غير مضر ما عدا الجراثيم. والتعقيم اللي هي تكون جدا اللي هو نستخدمها في تعقيم الأدوات اللي هي الأدوات الطبية، هذه تسمى تعقيم اللي ندخلها أوتوكليف. تدمير كل الكائنات الحية بما في ذلك الجراثيم المتحوصلة اللي هي سبور. لازم نعرف احنا كمقيمين ان عندنا بس فقط تطهير، وهو تنظيف وتطهير، وهي واجب ان احنا ننظف ثم نطهر، هذا الصحيح. التعقيم ما يذكر للأسطح، فقط يذكر على الأشياء اللي تدخل في الأوتوكليف. مبادئ عامة عندنا ينبغي استخدام المنظفات الصحيحة بتركيز وكمية مناسبة، مثل ما ذكرت أول أنه لازم إحنا نتبع طريقة اللي هو تعليمات الشركة المصنعة لنفس المحلول، بيكون عليه تعليمات على نفس العبوة، لازم أنا أستخدمها بالطريقة الصح، التركيز الصحيح، وأيضا الكمية المناسبة والطريقة الصحيحة بحيث أني أنا أوصل للهدف التطهير الصحيح. يجب أن يكون القماش المستخدم لمسح الغبار لاستخدام مرة واحدة. أنا عندي قطعة قماش هي single use تستخدم مرة واحدة، أمسح أول شيء الغبار، بعدين أنظف بالديترجنت اللي هي منظفات، بعدين أطهر. هذه هي الطريقة الصحيحة. أيضا يجب غسل اليدين قبل وبعد الانتهاء من العمل. يجب أن يتم غسل وتطهير وتجفيف جميع الممسح والدلاء بعد الانتهاء من العمل. لازم أعلم العمال أنه كيف ينظفون الأدوات، كيف يغسلونها بالطريقة الصح ويحطونها في مكان جاف. ما تكون في بعض الأخطاء يكون أن العامل يحط نفس الموب أو الممسحة في الموية لليوم الثاني ويرجع يستخدمها أو يغيرها، أو يكون في باله أنه يعني بيكون زي طريقة التنقيع، هذه خطأ. المفترض أن أغسلها بالطريقة الصح وأحطها بمكان جاف بحيث تجف بالطريقة الصح، وبعد ما تجف تماما يتم تغطيتها. يجب أن يتم حفظ أدوات وعربات النظافة في مكان مخصص وآمن. الملحوظات الخاصة بمحاليل التطهير والتنظيف، اتباع تعليمات الشركة المصنعة، مراعاة
مدة التلامس زي ما قلنا الكونتاكت تايم، يعني أنا في الشركة المصنعة تقولي حطي هذا المنتج لمدة دقيقة على السطح، إذا أنا أتبع المدة الدقيقة. ليش؟ لأن هي الشركة حاطة مصنعة هذا الشيء إنه بعد دقيقة يصير فيه الإفكت أو تكون فيه يبان أن يبان النتيجة الصحيحة، أو لو ما حطيتها مسحته مباشرة ما راح أوصل للنتيجة الصحيحة. أيضا يراعى البدء بعملية التنظيف بالماء والصابون مثل ما ذكرنا قبل شوي، بالماء الصبح أو المحاليل المنظفة، ثم نقوم بالتطهير. في بعض المنشآت أو الدور الرعاية المباشرة يروح يحط يستخدم المطهر أو الكلور مباشرة بدون ما ينظف، كذا إحنا ما وصلنا للطريق الصح، لأنه في بعض الأشياء تزال بالتنظيف، وبعد الخطوة الثانية التأكيدية الأورجانيزم اللي تروح بالمطهرات. إذن أنا لازم أتبع الطرق الصحيحة، التنظيف 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 أولا ثم التطهير بعد ذلك. نفترض أنه أنا ما عندي مطهرات لكن أنا عندي الكلور، ممكن أني أستخدمه بالكلور المخفف بنسبة كم؟ من 1 إلى 100 للتطهير العادي. يعني عندنا التطهير العادي من 1 لـ100، لكن التطهير اللي هو بعد انسكاب سوائل الدم أو سوائل الدم أو البودي فلويد، هذه راح أستخدم له من 1 لـ10 لتطهير الأسطح. إذا من 1 لـ100 لتطهير التطهير العادي للأسطح والأرضيات في حالة عدم وجود انسكابات كبيرة. بعد كذا عندنا ملحوظة جدا جدا مهمة، هناك بعض المحاليل مصنعة بحيث تحتوي على مواد النظافة والتطهير معا، فهذه ممكن أني أنا أستخدمها، إن بس تكون مدمجة، تكون فيها مواد منظفة مع مطهرة. أيضا ملحوظة جدا هامة أنه لا يتم خلط الصابون مع الكلور أو الديتول، يعني إذا ما كان المنتج already هو مخلوط أنا ما أخلط أبدا الصابون مع الكلور، هذا خطأ. إذا كان من نفس الشركة أوكي ممكن، إذا ما هم من نفس الشركة لا، راح أتبع خطوة التنظيف بالماء والصابون ثم بالكلور بالنسبة المخففة عندي. أيضا الديتول يمنع استخدامه نهائيا لأنه في مادة النفثالين وهي أصلا في تعميم اللي هو يمنع استخدامه داخل المنشآت الصحية أو دور الرعاية والتأهيل الشامل. عندنا أيضا النقاط المهمة لحركة واتجاه المسح، لتجنب إثارة الغبار يتم المسح بمسحة قطن باستخدام إما بحركة الدفع الأحادي اتجاه مثل الزد أو على شكل 8، الزد بتكون بهذه الطريقة زجزاج أو بطريقة الـ8 اللي تكون بهذه الطريقة، أنا بأجي أمسح بهذه الطريقة بحيث أني أنا أتأكد أني أنا جميع السطح عندي تم مسحه بالطريقة الصحيحة، بهذه الطريقة راح أتأكد أني تمام وأمسح بالطريقة الصح، سواء على الأسطح سواء على الأرضيات سواء على السقف سواء على الحائط، جميع الأنواع اللي عندي الأسطح استخدم هذه الطريقة لأتأكد بإذن الله أنه أنا تم تغطية جميع السطح. أيضا يتم تنظيف الماء الدافئ واستخدام الدلو المزدوج، يتم تغيير الممسحة كل 3 غرف، كل 3 غرف يتم تغيير الممسحة والسليوشن اللي هو المحلول المنظف، تصنيف أماكن التنظيف بحسب اللون، يعني أنا عندي الممسحة اللي تكون للأسياب الكريدور تكون غير، اللي تكون للمكاتب الأوفيس تكون غير، لغرف المريض تكون بلون آخر، دورة المياه الله يكرمكم تكون بلون آخر، بحيث أني أنا ما أخلط بين الممسح، وأنا كمقيم لازم أنتبه على هذه الأشياء. هنا الصورة بتوضح لنا أكثر عندنا اللي هو هاي تاتش ولو تاتش، اللي هاي تاتش اللي هي أكثر تلامس تلاقينها هنا، تلاقونها هنا بالصورة باللون الأحمر اللي هي السرير، الاي في ستاند، عندنا مثلا الأدوات اللي حول المريض كلها، الكرسي، عندنا يد الباب اللي قلنا عنها. لكن لو لاحظت الأخضر اللي هو أقل اللي هو اللو تاتش اللي أقل تلامس، بتلاقون مثلا الساعة، الإنارة، الحائط من فوق، الأرضيات،
برضو هذه تعتبر من اللوتج. فأنا لازم عند التنظيف إني أنا أدرب العمال، أعلمهم إيش اللي أكثر الأسطح اللي هي أكثر تلامس وأقل تلامس. هذا اللي قلنا عليها، ترميز المماسح بهذه الطريقة يكون لها ملونة. أيضا هذه العربة الصحيحة اللي يكون فيها دبل باكيت للتنظيف والتطهير، وتكون الأدوات عندي. وهنا عندنا اللي هي سلة المهملات، بهذه الطريقة تكون بهذه الطريقة المطلوبة هي اللي هو الدلاء والمماسح واللي هو العربة ترولي الخاصة بالتنظيف. مهام عمال النظافة، عندنا في عندهم واجبات يومية وأسبوعية وشهرية. نجي عند الواجبات اليومية، تنظيف الأرضيات، تفريغ النفايات، تعبئة المناديل والصابون، إزالة الغبار، عن الأثاث والأسرة ومناطق التخزين ودورات المياه أكرمكم الله، تنظيف الجدران والأبواب والنوافذ عند الحاجة. النوافذ متى عند الحاجة؟ ليش قلنا الأبواب والنوافذ عند الحاجة؟ لأن والجدران، لأن هذه المفترض تكون من الأمور الشهرية اللي هي بس إذا احتجنا عند الحاجة، إذا صار عليها انسكابات دموية أو بدي فلويد أو يكون في اتساخ واضح من سوائل الجسم مثلا أو الدم، ويكون في اتساخ واضح، إذا لازم هذه هي اللي عند الحاجة، لازم إني أنظفها، ما أنتظر إلى الأسبوعية أو الشهرية. يتم التنظيف عند بداية ونهاية اليوم، أيضا يتم التنظيف بعد المريض حسب الحاجة، حسب الحاجة. ثاني حاجة عندنا اللي هي الأسبوعية، تنظيف الأسطح العالية، ملاحظة جميع الستائر يتم تغييرها، وأيضا إذا اتسخت خلال الأيام ممكن أني أغيرها قبل ما أني أنتظر نهاية الأسبوع. وطبعا هذا يعتمد على سياسة المنشأة، ممكن في بعض المنشآت عندهم سياستهم يشوفون أنه حسب الحاجة، أنه هذا المكان مثلا ما يحتاج أنه أسبوعين أنا أشيل الستائر، ممكن خلال أسبوعين، ممكن 3 أسابيع. فهذا يرجع على سياسة المكان بناء على عدد العمل في هذا المكان، هو يقرر مكافة العدوى داخل دور الرعاية. أيضا عندنا آخر حاجة اللي هي الشهري، وهي تغيير أيضا الستائر زي ما قلنا، هذا يندرج تحت سياسة المكان، ويكون مجدول أيضا، وفي تبع سياسة المركز زي ما ذكرنا، ومسح أيضا الجدران والنوافذ والأسقف. النقطة الثانية راح نتكلم عنها في المحاضرة اللي هي التعامل مع انسكابات الدم وسوائل الجسم. لازم نعرف أول حاجة ما هي الانسكابات، تمام؟ أو ما هي الانسكابات؟ عندنا انسكابات دموية وانسكابات اللي هي الدموية البيولوجية، وعندنا الكيميائية. إحنا كمكافحة عدوى ما يهمنا إلا البيولوجية اللي هي انسكابات الدم وسوائل الجسم، تمام؟ هذا نوعين، إذا راح نركز على النوع الثاني اللي هو يخصنا. ما هي الانسكابات الدم وسوائل الجسم؟ هو تسريب المواد البيولوجية الغير خاضعة للسيطرة، اني انا ما قدرت اعمل كنترول عليها وانها انسكبت مننا، سواء كان دم الانسان، سوائل من الجسم، افرازات او فضلات اكرمكم الله على اي سطح، والذي قد يؤدي الى التعرض لظروف غير آمنة. اذا هذه هي الانسكابات. ما هي مجموعة الانسكابات؟ عندنا مجموعة للانسكابات. لو لاحظنا احنا عندنا هنا شنطة فيها ادوات مكتملة عشان اقدر انا احتوي الانسكاب، ممكن هذه الشنطة لعدة استخدامات، ممكن عندنا شيء اسمه single use، استخدام ذات استخدام واحد، استخدم الاشياء مرة واحدة ويتم التخلص منها، راح نتعرف عليهم. بس اهم شيء اعرف انه هذه عندي الشنطة، عندي هنا التابلت الموجود، وعندي هذا الكلور، وعندي هنا اخفف فيه نفس الـ هنا الـ هذا الكلور اللي اقدر اخفف منه، وهذه اللي هو
اللي هو المادة الماصة، وهذه التابلت اللي هو الحبوب اللي هي الكلور اللي بحطها هنا مع الموية وأخلطها، هذه المجرفة، هذه التعليمات، وهذا كيس النفايات، وأستخدم البيبي وسائل الحماية الشخصية، وهذه المناديل الماصة المستخدمة. عندنا إذا راح نتعرف على مجموعة الانسكابات، هي علبة انسكابات تحتوي على جميع الأدوات اللازمة للتعامل مع جميع التسربات التي قد تحدث داخل دور الرعاية، ذكرناها قبل شوي. مجموعة الانسكابات ينبغي أن تكون متاحة في جميع المناطق، ويجب أن يتم تخزينها في منطقة معروفة للجميع، يعني لازم أحطها في مكان يكون واضح والكل يعرفها ويكون مدرب عليها أيضا، ويتم استبدال الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة بعد كل استعمال. هذا بالنسبة للشنطة، إذا أنا مثلا عندي وسائل الحماية الشخصية كل استخدام أنا راح أتخلص منها وراح أحط جديد، كيس النفايات أنا مثلا خلص عندي، لازم قبل ما أخلص أنا لازم أملي كل الأشياء اللي استخدمتها وما هي موجودة خلاص، فتكون موجودة ليش؟ عشان استخدام الآخر تكون اوريدي هي جاهزة. يتم تدريب جميع الممارسين الصحيين على الطريقة الصحيحة، لازم يعرفون الطريقة الصحيحة، يعني يعرفون مكانه، يتعرفون عليه، يعرفون مكانه، يتدربون عليه، ويكون في سياسة واضحة من المشرف عليهم في حال الانسكاب، كل هذه الأمور تكون جدا واضحة ومدربين عليها. الأدوات ذكرتها قبل شوي، هذا بوستر عندنا في وزارة الصحة بيوضح لنا إيش الأدوات، توني ذكرتها الصورة هذيك أوضح. أنواع الانسكابات، عندنا الآن أنواع للانسكابات اللي هي النوع الأول، عندنا بقع أو انسكابات صغيرة تكون 10 سنتي، والانسكابات الكبيرة تكون أكثر من 10 سنتي. اللي هي أقل من 10 سنتي هذه ما نستخدم فيها شنطة الانسكابات، لكن الأكثر من 10 سنتي راح نستخدم فيها الانسكابات. بعد ما نتعلم الطريقة برضه راح نسوي نتعلم الفرق بين اللي هو الدم وسوائل الجسم، مثل كرمكم الله مثل الفوميتينج أو اليورين، هذه لها طريقة أخرى يعني تختلف بستيب واحدة. عندنا هنا البقع إذا كانت أكبر من 10%، التعامل أول حاجة إذا شفتها أكثر من 10 سنتي بيصير إيش؟ أغلق المرور باستخدام علامة المريض المبتلى أو الخطر الحيوي. أنا بروح أحط علامة، وين أحط العلامة هذه؟ أحطها في المكان الأكثر مرور للناس من عندي. بعدها أرتدي وسائل الحماية الشخصية كاملة، اللي هي القفازات، الجاون، هذه كلها ألبسها، والماسك. عندنا الخطوة اللي بعدها إذا كان في زجاج مكسور بيكون عندي بالشنطة زي الملقط، بروح أشيل القزاز وأحطه في الشار كونتينر للخاصة الحاوية الخاصة بالأدوات الحادة. بعدها بأوضع عليها بودرة الامتصاص من الخارج إلى الداخل، وانتظر وقت التلامس المكتوب على القارورة من الشركة أو العبوة من الشركة المصنعة، وانتظر إلى ما يمتص جميع السوائل. بعدها استخدم المجرفة والفرشاة لتجميع البودرة الممتصة بالدم، لاحظوا هنا فقط الدم الآن. بعدها عندنا بنحط الكلور، نحط الكلور اللي موجود عندنا، إذا كان عندنا التابلت بحط واحدة من الحبوب هذه التابلت في نفس العبوة، بيكون عندنا في خط أوصلت يكون الماء إلى الخط ويكون التابلت موجود فيه، أذوبه وأستخدمه أمسح فيه. إذا ما كان عندي هذا التابلت ممكن إني أستخدم الكلور المخفف من 1:10، يعني بيكون عندنا 1 من الكلور على 9 من الماء، وأتبع أتبع شركة تعليمات الشركة المصنعة. بعدها بعد ما أحطه أنتظر وقت التلامس، بعد ما أنتظر وقت التلامس راح أستخدم المناشف الورقية، ليش؟ لأن أبغاها يمتص يمسح ويمتص جميع الكلور الموجود.
من الخارج إلى الداخل، وبعدها أترك منطقة الانسكابات جافة ونظيفة. بعد كذا أتخلص من جميع الأشياء اللي استخدمتها أو الأدوات اللي استخدمتها مثل المناشف، القفازات، الأكياس الصفراء، أجمعها مباشرة في كيس النفايات وأغسل إيدي وأجففها، وبعدين أعبي تقرير الأحداث العارضة. لو كان هذا بالنسبة لو كان عندي دب، لو كان عندي يورين أو فوميتينج أكرمكم الله، إذا كان عندي بول ما أحط عليه مباشرة الكلور، لازم بعد ما أحط البودرة أمسحها تماما بمناشف ورقية. بعد هذه الخطوة ما أحط الكلور، لا، أجي عند الخطوة اللي بعدها راح أحط المناشف الورقية وأمسحها تماما، أتأكد أن المكان نظيف، وحطيت بعدين أحط تنظيف يعني منظفات اللي هي زي الماء والصابون أنظفها. بعد ما أنظفها أرجع أحط الكلور. هنا الفرق، ليش ما أقدر أحط الكلور مباشرة على اليورين أو البول أكرمكم الله؟ لأن إذا حطينا الكلور عليه مباشرة راح يطلع عندنا أبخرة سامة تضر نفس الشخص. إذا هذه الخطوة الوحيدة اللي أنا راح ألغيها أو أني أقدمها، راح ألغيها في البول زي ما قلنا في أكرمكم الله، أن ألغي وضع الكلور على طول، أروح على خطوة الممسح، أمسحها كويس وأنظفها بالماء والصابون، بعدها أرجع أنظف بالكلور بحيث أني أتأكد أن المكان ما فيه أبدا ولا نقطة يورين. ليش؟ لأن وضع الكلور على اليورين بيعطيني أبخرة سامة، وراح أكمل نفس الخطوات الباقية بالضبط. الآن إذا كان عندنا أقل من 10%، 10 سنتي، فأنا أبغى أرتدي القفازات أو معدات الوقاية الشخصية على حسب الوضع، أمسح منظف فوري بالمناشف الورقية وأنظفها عادي بالمياه ومنظفات أو المطهرات المتوفرة اللي هو 70% من الكلور، الكلوروهكسيدين أو الكلور المخفف، وأجففها بالمناشف وأترك منطقة الانسكاب تكون جافة ونظيفة، والتخلص من المناشف والقفازات في الأكياس الصفراء التي تجمع مباشرة في غرفة تجميع النفايات الطبية وغسل وتجفيف الأيدي. الفيديو هذا الحالي راح يوضح لنا الفرق بين الانسكابات الدموية والبلد والبادي فلويد، الله أكرمكم الله، مثل اليورين. أخليكم مع الفيديو عشان تشوفون الفرق. Thank you.
NHS Education for Scotland, Healthcare Associated Infections, Blood and Body Fluid Spillages. For healthcare staff working in acute, community, care home and residential settings, dealing with blood and body fluid spillages can be a regular and challenging occurrence. Body fluids, including blood, feces, vomit and sputum, are considered to be potential sources for blood-borne viruses, for example hepatitis B or other microorganisms. It is therefore vital that all spillages of blood and body fluids are cleaned up as soon as possible and contaminated surfaces are disinfected immediately. The NHS Scotland National Infection Prevention and Control Manual explains how to successfully manage a blood or body fluid spillage. It contains a handy algorithm to help assess and deal with a range of spillages. There are five steps necessary to successfully manage a spillage. Step 1. Cordon the spillage off. Step 2. Assess the type of spillage. The algorithm will help you here. Step 3. Collect the correct equipment. Step 4. Protect yourself. Step 5. Disinfect and clean. Following these steps ensures no harm comes to those we care for, other staff, visitors and ourselves. Using the algorithm in a clinical setting. Nuria is a nurse working in a local hospital. She checks on Brian, a patient, who is sitting in his chair beside his bed. Brian has a needle inserted into his arm to administer his medication. Nuria notices that this has become dislodged and there is a small spillage of blood on the floor. Nuria remembers the five steps. Step 1. Cordon the spillage off. Nuria carefully moves Brian in the chair and places wet floor notices around the spillage. Step 2. Assess the type of spillage. Nuria goes over to the sluice area, consults the algorithm which is on the wall, and assesses the spillage by asking the following questions. Is the spillage on soft furnishings or carpet? No, it is on a hard surface. Is the spillage blood, bloodstained fluid, or other bodily fluid? Yes. Nuria can now follow the appropriate steps to successfully manage the spillage. Step 3. Collect the correct equipment. Nuria gathers chlorine-releasing granules, non-sterile disposable gloves and apron, paper towels, general-purpose neutral detergent, and a healthcare waste bag. Step 4. Protect yourself. Nuria then puts on her gloves and apron. Nuria has assessed that she does not need eye or facial protection, as there's no risk of splashing. Step 5. Disinfect and clean. Following the manufacturer's instructions, Nuria applies the chlorine-releasing granules directly to the blood spillage. She wipes up the granules using paper towels and a scoop. She discards all waste into the healthcare waste bag. She washes the area with a solution of general-purpose neutral detergent and warm water with paper towels. She dries the area using paper towels and discards these in the healthcare waste bag. She removes her gloves and apron and disposes of them in the healthcare waste bag. Finally, she carries out hand hygiene. Using the algorithm in a care home setting. Hardeep is a care worker in a care home. He walks past Betty, an elderly patient who has a urinary catheter in. Hardeep notices a large spillage of urine on the floor. He investigates and notices the tap on the catheter bag has not been closed correctly, causing urine to leak from the catheter bag onto the floor. Hardeep recalls the five steps. He places physical barriers around the spillage to prevent slippages and harm to other people. He consults the algorithm and assesses the spillage. The spillage is urine on a hard surface. Hardeep knows not to use chlorine-releasing agent directly on the urine spillage, as it will react with the urine and release chlorine gas. He can now follow the appropriate steps to successfully manage the spillage. For further practical guidance on dealing with blood and bodily fluid spillages, including the algorithm, download the NHS Scotland National Infection Prevention and Control Manual here.
Download or order hard copies of the following booklets for more information on how to manage blood and body fluid spillages. انتهاء راح نعبي تقرير الأحداث العارضة، نقوم باستبدال الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة في مجموعة الانسكابات بعد كل استخدام زي ما ذكرنا سابقا. الآن راح نتكلم عن المعايير. عندنا معايير التقييم للتأهيل الشامل، عندنا هذا بيكون موجود عندنا في نفس الشيت، بيكون عندنا هذه الاختصارات. الدي معناتها مستندات، الأو ملاحظات اللي هو observation، staff interview بيكون مقابلة الطاقم، وإن أي غير متوفر. الآن عندنا هذه المعايير الخاصة في environmental اللي هي عندنا 10 معايير: توفير سياسة وإجراءات للنظافة والتطهير في صحة بيئة المنشآت زي ما ذكرنا. كيف راح نقيسها؟ زي ما قلنا إن راح نشوف عندهم كمقيمين، عندهم في دوكيمنت موجود راح أقابل الستاف انترفيو أقول لهم والله عندكم أنتم غير أني أشوف المستندات عندهم في نفس القسم، أسأل الستاف عندكم والله السياسة موجودة متوفرة ممكن توروني إياها، وأيضا مع الأسئلة ممكن تقول لهم مثلا لو جاكم لو عندكم انسكاب ترجعون لوين، ممكن يورونكم نفس السياسة. فهذه على حسب الطرق. الطريقة المعيار الثاني اللي هو تتوفر سياسة وإجراءات مكتوبة لمكافحة القوارض والحشرات في المنشآت. لازم يكون عندهم خطة واضحة لطريقة، يعني عندي لازم تكون خطة موضوعة وسياسة كيف في أشياء تكون سنوية، في أشياء بتكون على حسب الأشهر، على حسب المكان، ممكن مكان فيه حشرات كثير فلازم أنا أسوي لهم سياسة، كيف تكون السياسة آمنة، تكون موضوع، كل هذه النقاط تكون موجودة في السياسة، ويشوفون هل فعلا عندهم هذه الخطة، وأيضا هل في عندهم دوكيمنت موجود، مستند موجود إنه تم أصلا تطبيق هذا الشيء وبالطريقة الصح، وما يكون في مثلا بدون يكون سيفتي، يكون يعني ما يضر المرضى أو النزل الموجودين في التأهيل. المعيار الثالث: تحتوي كل وحدة على جدول زمني لأنشطة التنظيف والتطهير. لازم يكون عندي أنا الجدول يوضح أنه في أنه تم فعلا تطهير وتنظيف الأماكن، في تنظيف دوكيمنت جدول على التنظيف اليومي، التنظيف الشهري، التنظيف الشهري أو اليومي، أيضا الأسبوعي، مثلا الستائر هل فعلا تم تغييرها، وفي دوكمنت على ذلك. يعني أي حاجة تكون موجودة سياسة موضوعة لازم أشوف السياسة وأشوف الأوراق اللي هي تابعة لها، وأيضا ممكن أني observation أشوف هل فعلا لما أجي أسأل الناس أو الممارسين كيف أنتوا الطريقة، كيف تغيرون الستائر كل كم، ممكن أني أعرف يعني هذه الأشياء، أنه كيف مثلا أنتم إذا جاكم حشرات هل يتم عندكم سياسة واضحة، طب التنظيف التطهير كيف الطريقة. فعن طريق هذه الأسئلة ممكن أنا أقدر أني أوصل أنه فعلا أنه غير أنه موجود دوكيمنت، أنا أقدر أشوف إذا كان أقدر أن أقيسه. يتم تدريب الموظفين المختصين بأعمال النظافة على تطهير الأيدي بالطريقة الصحيحة وذكروها الزملاء، استخدام معدات الوقاية الشخصية وأيضا ذكروها الزملاء، وطرق التنظيف والخلط السليم هذه ذكرناها أيضا في المحاضرة، الآمن للمواد الكيميائية. راح أنادي العامل أول حاجة بشوف دوكيمنت عندهم فعلا هذه الأشياء موجودة في السياسة، كيف التنظيف، طرق التنظيف، الخلط، وهل العامل كيف يلبس وكيف يخلع، هل فعلا في دوكيمنت على
لأنهم تدربوا على هذا الشيء، مستند أنه فعلا دربوهم وفي أسماء على ذلك. أيضا لما أجي أنادي العامل وأقول له مثلا وضح لي كيف طريقة تنظيفك اليومي، فبيشرح لي بناء على ذلك أنا بأعرف هل هم مدربين فعليا أو لا. المعيار السادس، يتم تنظيف وتطهير معدات الطبية بشكل صحيح وفقا لسياسة المركز وتوصيات المصنع، مثل عدد مرات التنظيف الدوري، منتجات الموصى بها للتنظيف وطرق التنظيف وغيرها. عندنا هنا عندنا لازم يعرفون أن مسؤولية اللي هو تطهير المعدات الطبية خاصة في الكادر الصحي، أما التنظيف اللي هي مثلا الأسرة من تحت، الانفايرومنت كامل، الأسطح، هذه مسؤولية العامل. لكن الأدوات الخاصة بالمريض والمعدات الطبية واللي يكون حول المريض بالضبط، مثلا زي أيد السرير إذا كان المريض موجود، هذه تكون تابعة مسؤولة عنها اللي هي الممرضة أو الكادر الصحي الموجود. أيضا عندنا المعيار اللي بعده، يتم تنظيف وتطهير معدات العلاج الطبيعي بشكل دوري وبعد كل مريض. أيضا لازم يكون من خلال أسئلة الستاف، من خلال أني أناظر، ممكن أني أشوف ألاحظ هذا الشيء لما أكون داخلة كأوديتر، ممكن أشوفهم أنهم فعلا قاعدين ينظفون. وأيضا عن طريق الدكومنت لازم يكون في مستندات أنه في تنظيف لمعدات العلاج الطبيعي. اللي بعدها بيكون عندنا الثامن، يتوفر بالمنشآت مستودع مخصص لمواد التنظيف والتطهير وتوافق مع المواصفات الوطنية المعتمدة، بعيدا عن حركة المرور، ومنطقة آمنة وتهوية جيدة. هذه عن طريق الملاحظة، تقولوا لهم وروني المكان وتشوفونه وتقدروا تلاحظون إذا كان فعلا مطابق للمواصفات. رقم 9، يتم تنظيف بيئة المركز ودواليب التخزين والحاويات بانتظام وتركها جافة وخالية من الغبار. بنشوفها هذا عن طريق الملاحظة والستاف انترفيو اللي هو عن طريق أسئلة الممارسين الصحيين. آخر معيار عندنا اللي هي توفير عدة الانسكابات البيولوجية بأقسام بمكان سهل والوصول للجميع العاملين الصحيين والتدريب على الطريقة الصحيحة للتعامل مع الانسكابات الدموية. زي ما ذكرنا كل الأشياء اللي ذكرناها في الانسكابات هي تحوي جميع هذا المعيار، أنه أنا لازم يكون متوفر، لازم يكون مكان سهل، يكون المدربين. أسأل العاملين لو أنا جاني انسكاب دم أو بدي فلويد دم أو من سوائل الجسم، كيف طريقة الاستخدام، هل في تقرير لتعبئة اللي هو الأحداث العارضة، كلها هذه تشوفونها إذا كان مطبق، بتلاقون الأشياء وبتلاقون الديكومنت عليها. يعطيكم العافية وشكرا لكم، وإن شاء الله أكون شكرا على حسن استماعكم، إن شاء الله أكون وصلت المعلومة بالطريقة الصحيحة. معكم شوقي الطحيني من إدارة العامة لمكافحة العدوى، شكرا لكم.